اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي، يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي، يا سميعا يا مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشهاد. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي، يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملال الخلق في يوم المعادي. ها أنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي. ما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جينا ني أبكر سوالي نيكونا أمري ومياكا كمينا متاتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى.
Mashallah, mashallah, shukran sana, barakallahu fik. Ni kisomo kizuri yatima amekisoma, na tusisahau ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mbora wenu ni yule ambaye kwamba aliyojifundisha Qur'ani kisha na akawafundisha wengine. Mtu kwenye kuisoma Qur'ani ni fadhila kubwa sana na ni ubora mkubwa sana katika hii dunia na kesho akhera. Vijana mayatima hawa wanasomeshwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Waonaje kwenye ubora atakaopata yatima huyu kwenye kwake kujifundisha Qur'ani kisha na yeye asomeshe wengine? Ni fadhila na ni ubora na ni jambo lilokubwa sana. Na utaonaje ama tuonaje sisi ikiwa tutasimama kwenye kuwamakinikisha mayatima waweze kukisoma kitabu cha Mungu kisha na wao wasomeshe wengine? Tutapata thawabu na ubora na fadhila ulio mkubwa sana. Tusiaache haya, kwa kuwa haya ni muhimu kwetu sisi, na kwa kuwa haya ndio yatakatusaidia duniani leo tuko, kesho hatuko. Nitakome hapa na momba mudiru wa madrasa aweze kutupatia dua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف من فضلك يا لطيف. اللهم أنت سلام ومنك سلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا على صلينا، وأنزل سكينة علينا وتبت الأقدام إلا قينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.